التظاهرات في العام الجديد والتي دعت إليها لجان المقاومة توجهت إلى القصر الجمهوري وسط العاصمة السودانية. بيان رسمي للشرطة تحدث عن متفلتين، من يقصد تحديدا؟ ما حدث أمس هي مجزرة حقيقية. هل للشارع مسؤولية في هذا الأمر؟ لا يمكن أننا نحتمل تجربة فاشلة نظيفة لتجاربنا الفاشلة السابقة. يعني أشكال من العنف وهذا العنف بدأ يأخذ مناحي شبه ممنهجة. هل ثمة أصداء لهذه التظاهرات؟ داهموا المبنى وظلوا يبحثون عني، اقتحموا المكتب وقاموا بالاعتداء على المصورين وعلى المنتجين. 54 قتيل حتى اليوم، والبعض يتحدث عن أفق الحل، من أين يبدأ؟ ما الذي يفهم من الموقف الأمريكي الآن؟ ما الرسالة؟ لا أعتقد الرسالة هذه يعني معني بها دكتور عبد الله حمدوكي. إنني قد قررت أن أرد إليكم أمانتكم وأعلن لكم استقالتي من منصب رئيس الوزراء. في رأيكم هل هذه الاستقالة ستكون مدخلاً لحل الأزمة السودانية أم بالعكس؟ بإمكانكم متابعة قناة الحدث HD على الترددات التالية: لافروف يحذر من اندلاع حرب عالمية ثالثة، ويؤكد أن العملية في أوكرانيا ستنتهي باتفاق يحدده الوضع العسكري. السفير السعودي يعلن عن توقيع اتفاقية الصندوق السعودي الفرنسي اليوم، والتي تتضمن مشاريع لدعم لبنان في مجال الصحة والتعليم والطاقة. بعد استحواذ ماسك على تويتر، واشنطن تعبر عن قلقها وتؤكد على الحاجة لإخضاع هذه المنصات للحساب. صباح الخير وأهلا بكم في جولة إخبارية لأهم الأنباء. حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من خطر فعلي باندلاع حرب عالمية ثالثة، مؤكدا أن نشوب حرب نووية أمر جاد وحقيقي، لكن موقف موسكو من هذا هو نبذ مثل هذه الحروب. لافروف قال إن موسكو ستواصل محادثات السلام مع كييف التي اتهمها بالتظاهر بالتفاوض، مشيرا إلى أن النوايا الحسنة لها حدود، وإن لم تكن متبادلة فإن ذلك يساعد على عملية التفاوض. وأضاف لافروف بأن موسكو تواصل المفاوضات مع الفريق الأوكراني المفوض، وأن الصراع سينتهي باتفاق لكن مضمونه سيعتمد على الوضع العسكري. вся пятёрка постоянных членов Совета безопасности ООН в привязке к началу к планируемому началу обзорной конференции договора о нераспространении ядерного оружия сделала заявление такого же содержания. Все пять лидеров подписались под констатацией недопустимости ядерной войны. И это наша принципиальная позиция. Мы из нее исходим. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن قصفها 6 منشآت للسكك الحديدية في أوكرانيا لوقف تدفق الأسلحة من الغرب. هذا وكانت قد صرحت قيادة الجيش الأوكراني بأن روسيا تحاول قصف البنية التحتية للسكك الحديدية في أوكرانيا من أجل تعطيل إمدادات الأسلحة من الدول الأجنبية. высокоточным оружием большой дальности уничтожены 6 тяговых подстанций в районах железнодорожных станций Красная, Сдолбунов, Жмеринка, Бердичев, Коваль и Коростин. Через которые осуществляется поставка иностранного вооружения и военной техники украинской группировки войск на Донбассе. В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 27 военных объектов Украины.
50,000 طفل حرموا من تلقي دراستهم بسبب الحرب المستمرة بين القوات الأوكرانية والروسية، وأكثر من 1,700,000 طفل أوكراني تضرروا نتيجة الأحداث وفق الأمم المتحدة. في خاركيف أصيب أكثر من 90 طفلا وقتل نحو 30 آخرين، وتضررت نحو 191 مؤسسة تعليمية وبعض المستشفيات كهذه التي توقف بها العمل سوى للحالات الطارئة، حصر غير نهائي لصعوبة إحصاء المباني المتضررة في المناطق التي تقع بعد خطوط التماس. هي الحرب التي لا تفرق بين صغير وكبير، فهؤلاء الأطفال استبدلوا مقاعد الدراسة بمقاعد انتظار محطة المترو التي باتت منزلا جديدا لهم. عندما بدأت الحرب وأدركنا أن هناك الكثير من الأطفال الصغار في مترو الأنفاق، قررت مساعدتهم وألا يترك شيئا للأطفال، فهذا غير مقبول، ويجب أن يتوفر للأطفال الطعام والألعاب لندخل إلى قلوبهم القليل من الفرح. كاتيا ذات 17 ربيعا دفعتها الظروف لتحمل المسؤولية باكرا، باتت مدرسة قبل إتمام تعليمها ومن تعتني بأطفال المترو للإبقاء على براءة طفولتهم. أنا أعيش في المترو ونحن جميعا هنا مع بعضنا البعض، وأعتقد أنها تجربة جيدة لأني أعمل هنا كمربية وأعلم الأطفال وأحاول أن أساعدهم، لأن في اعتقادي أن ما يحدث الآن هو فوق طاقتهم، لذلك أحاول أن أوفر لهم أجواء مرحة. توماس طفل يبلغ من العمر 3 أعوام، رافقنا في جولتنا، ترك الألعاب التي جربت له وتمسك بميكروفون الحدث. قد يصبح صحفيا ذات يوم، لكنه لا يتمنى تغطية حرب كالتي تعيشها بلاده. عادل عيدان، الحدث، خاركيف، أوكرانيا. قرر مجلس الأمن والدفاع السوداني الذي عقد اجتماعا طارئا حول أحداث غرب دارفور برئاسة عبد الفتاح البرهان، قرر تعزيز الوجود الأمني في ولاية غرب دارفور، كما قرر الدفع بقوات للفصل بين الأطراف واحتواء الموقف في ولاية غرب دارفور. وأكد مجلس الأمن والدفاع ضرورة استكمال الجهود والترتيبات الأمنية والاستمرار في تنفيذ اتفاق جوبا للسلام. وكلف مجلس الأمن أيضا والدفاع كلفهم بوفد من وفد سيادي للوقوف على الأحداث غرب دارفور وتهدئة الأوضاع. أبدأ المجلس أسفه البالغ للتدهور الأمني في ولاية غرب دارفور وللأحداث التي أدت لفقد الكثير من الأرواح الغالية التي كان يمكن صونها إن كانت تسامعا كل تلك الخلافات. وفي هذا الإطار أكد المجلس استمراره في بذل الجهود لفرض سلطان القانون ولإيقاف نزيف الدم ونشر السلام.
أعلنت السلطات الإيرانية أنها أحبطت هجمات إلكترونية واسعة النطاق سعت إلى استهداف الخدمات العامة في البلاد الحكومية والخاصة منها على حد سواء. وذكر التلفزيون الحكومي الإيراني أن الهجمات كان الغاية منها استهداف البنية التحتية لأكثر من 100 وكالة من القطاع العام، كاشفا أن جهات مجهولة وراء الهجمات الإلكترونية استخدمت بروتوكولات الإنترنت في هولندا وبريطانيا والولايات المتحدة لشن الهجمات. في لبنان أقام السفير السعودي وليد البخاري مأدوبة إفطار على شرف القادة الروحيين هناك، حضره رؤساء الطوائف في لبنان باستثناء رئيس المجلس الإسلامي الأعلى الذي اعتذر بداعي السفر، إضافة إلى عدد من السفراء. في بداية اللقاء طلب البخاري الوقوف دقيقة صمت على أرواح الذين سقطوا في حادث غرق الزورق في طرابلس اللبنانية، وقال البخاري إن مأدوبة العشاء أو الإفطار تجسد دور السعودية في نشر ثقافة السلام وسعيها في تعزيز سبل العيش المشترك. حقيقة الواقع هذا الحفل بوجود كل رؤساء الطوائف الدينية في لبنان وسائر دول المشرق، يعني الرمزية هي تجسيد فعلي لأهمية ومدى التزام المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة بنشر ثقافة الإسلام، وأيضا مد جسور الوسطية والاعتدال وفيما يخص دعم الإنسان وتعزيز سبل العيش المشترك والواحد وحفظ كرامة الإنسان. هذه قيم نحن نفتخر بها، والمملكة العربية السعودية تسعى وتتحمل هذه المهمة إيمانا بها بهذه القيم الكونية التي تعزز الدور في المجتمع الدولي وأيضا في إقليمنا في العالم العربي. هذا وكشف السفير السعودي في لبنان وليد البخاري عن اتفاقية الصندوق السعودي الفرنسي التي ستوقع اليوم لدعم الشعب اللبناني، تتضمن 35 مشروعا في لبنان تتعلق بقطاع الصحة والتعليم والطاقة. سعودية فرنسية ترجمت بتوجيه من القيادة السعودية والقيادة الفرنسية بإنشاء صندوق مشترك. هذا الصندوق يوجه للدعم الإغاثي والإنساني وأيضا التنموي لتحقيق الاستقرار في لبنان. إن شاء الله ندعوكم جميعا بالغد لتوقيع هذه المذكرة التي سوف تشهد مرحلة جديدة للبدء الفوري ب 35 مشروع في عموم لبنان من أقصى شمال لبنان إلى جنوبه، هذا خدمة للإنسان اللبناني الذي نلاحظ يوميا وفق المؤشرات الدولية مدى الاحتياج للبدء الفوري بمثل تلك المشاريع في 6 قطاعات، تبدأ بالقطاع التعليمي والصحي، وتم إضافة قطاع خاص بأمن الطاقة والأمن الغذائي. فهذا الصندوق بالغد بمشيئة الله سوف يتم توقيع الاتفاقية في هذا الشأن. بدوره البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي شكر المملكة على مبادرتها للبنان وهنأ السفير السعودي في لبنان على عودته. صحيح نحن اليوم جينا حتى نأكد ونشكر المملكة العربية السعودية على المبادرة بالنسبة للبنان وكل شيء عم بقوموا فيه، وحتى نهني سعادة السفير بعودته بالسلامة، ونأكد كمان العلاقات الطيبة بين لبنان والعربية السعودية المملكة،
وبذات الوقت نحن كان هذا اللقاء مع كل رؤساء الطوائف المسيحية والإسلامية، وكان المقصود إن نحن نعبر بالحقيقة عن هالتضامن مع بعضنا البعض. مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أشار إلى أهمية مأدبة الإفطار التي أقامتها المملكة لأنها جاءت لتجمع المرجعيات التي تمثل صوت الحق في لبنان. التقينا اليوم في سفارة قادم الحرمين الشريفين حفظه الله تعالى، نحن المرجعيات الدينية في لبنان، بدعوة كريمة من معالي الوزير المفوض سعادة السفير وليد بخاري. وطبعا هذه الدعوة مهمة جدا كونها أتت في شهر رمضان المبارك، شهر السلام والمحبة والتوافق واللقاء، وكونها جاءت لتجمع المرجعيات الدينية التي تمثل صوت الحق في لبنان. هذا وأعربت السفيرة الأمريكية لدى بيروت دوروثي شاي عن سعادتها في المشاركة بمأدبة الإفطار التي أقامها السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، وذلك على شرف القادة الروحيين. Just wanted to say a quick word to say how gratified I am to have been included in this iftar this evening with so many religious leaders. And it was a poignant reminder about what is so special about Lebanon. And I just feel very honored to be here, even on what is a very sad time in Lebanon, a very difficult and challenging time, to see all these religious leaders come together under the auspices and generosity of our gracious host. And I look forward to continuing in the spirit of Ramadan. Thank you very much. شيعت عائلات المهاجرين الذين لقوا حتفهم عندما غرقت سفينتهم قبالة الساحل الشمالي للبنان إلى مثواهم الأخير في مدينة طرابلس. وتجمعت حشود ضخمة في حي باب التبانة بطرابلس لتشييع الضحايا، من بينهم صبي وشاب في الوقت الذي تنتظر فيه بلهفة معرفة مصير ثمانية آخرين ما زالوا مفقودين، من بينهم أطفال. يلا. رفض البيت الأبيض التعليق على صفقة استحواذ الملياردير إيلون ماسك على تويتر، لكنه قال إن الرئيس جو بايدن عبر مرارا عن قلقه إزاء قوة منصات وسائل التواصل. وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض إن هذه المنصات بحاجة لأن تخضع للحساب. What I can tell you as a general matter, no matter who owns or runs Twitter, the president has long been concerned about the power of large social media platforms, the power they have over our everyday lives, has long argued that tech platforms must be held accountable for the harms they cause. He has been a strong supporter of fundamental reforms to achieve that goal.
ووافق مجلس إدارة تويتر على عرض الملياردير إيلون ماسك الاستحواذ على المنصة مقابل 44 مليار دولار أمريكي. وقال ماسك الذي قدم عرضا لشراء المنصة قبل أسبوعين، قال إنه الشخص المناسب لإطلاق القدرات الاستثنائية للمنصة، وأشار إلى رغبته في إحداث تغييرات داخل تويتر، وأن لديه إمكانيات هائلة سيعمل على توفيرها، من بينها زيادة الثقة في منصة تويتر وتخفيف القيود على المحتوى. وافق مجلس إدارة تويتر على عرض الملياردير ومؤسس شركة تسلا إيلون ماسك الاستحواذ على المنصة مقابل 44 مليار دولار في صفقة شغلت تفاصيلها العالم. نتابع. يزداد قلق في أوساط اللاجئين السوريين من تصاعد الحديث عن إعادتهم طوعا إلى وطنهم الذي همشته الحرب، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية سباق تصريحات بين المعارضة والحكومة أسفرت عن إجراء حرمان آلاف السوريين من زيارة ذويهم. على طرفي نقيض أصبحت هذه الحدود فارقا بين الوطن وجحيمه، أو أشبه بكابوس لملايين السوريين عندما يبدأ الحديث عن العودة الطوعية، حديث يحمل في طياته الكثير من المرارة قد لا يفهمها سواهم. قرار مفاجئ لوزارة الداخلية التركية حرم مئات الآلاف من السوريين من زيارة ذويهم خلال هذا العيد كما جرت العادة في السنوات السابقة، يراه الكثيرون تنازلا لحكومة أردوغان الذي لطالما تمسك باستضافة اللاجئين، وأجج القلق لدى من عبروا قبل صدور القرار حيث كانت الإجازة مقررة بالفعل. القرار جاء بعد أن شهدت الأوساط السياسية التركية حرب تصريحات بين الحكومة والمعارضة أججت فيها الأخيرة الشارع ضد السوريين، ووضعت زيارة العيد كبرهان على أمان المناطق التي تسيطر عليها تركيا شمال البلاد. سنضمن عودة اللاجئين مع استكمال بناء منازل الطوب في شمال سوريا. بمجرد تهيئتنا للبيئة السليمة والآمنة سيعود اللاجئون من أنفسهم عودة طوعية. وإن كانت الحكومة تشترط تأمين مستلزمات الحياة والأمان للسوريين قبل عودتهم، إلا أن حديثها عن برنامج لتهيئة الظروف لعودة اللاجئين زاد من المخاوف لدى الملايين من اللاجئين على مصيرهم في قادم الأيام. وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة التي أجريت من طرف كل من الحزب الحاكم والمعارضة إلى أن 80% من الشعب التركي يطلبون إرسال اللاجئين إلى أوطانهم وفقا لصحيفة إندبندنت، أمر قد يدفع الحكومة لاتخاذ مزيد من الإجراءات التي قد تضيق الخناق على اللاجئين مستقبلاً. أدانت منظمة العفو الدولية حكماً بالسجن المؤبد أصدرته محكمة تركية بحق الناشط التركي المعارض عثمان كفالة بتهمة محاولة قلب نظام الحكم، خلافاً لقرارة سابقة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طالبت بالإفراج الفوري عنه.
بعد توقيفه لأكثر من 4 سنوات أصدرت محكمة تركية قراراً بالسجن المؤبد بحق الناشط التركي المعارض عثمان كافالا، وسط حالة استياء شاهدناها بعد صدور القرار من ناشطين تجمعوا هنا أمام القصر العدلي تضامناً مع كافالا. اتهمت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان كافالا بتمويل احتجاجات جيزي بارك عام 2013. استمرت المحاكمة لسنوات قبل أن تصدر محكمة في فبراير 2020 قراراً بتبرئة كافالا، إلا أن الشرطة أوقفته في قضية ثانية وهي ضلوعه بمحاولة الانقلاب عام 2016. بدأت المحاكمة مجدداً في مايو 2021 وانتهت اليوم بقرار الحبس المؤبد. عاقبوا من اعترض على شكل الحياة ونظام المعيشة. لقد شيطنوا المتظاهرين السلميين الذين تظاهروا لحماية الشجر وحماية الحدائق. هذه القضية كانت إحدى نقاط الخلاف بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، ففي ديسمبر 2019 أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قراراً بالإفراج الفوري عن كافالا، ثم هدد مجلس أوروبا بإجراءات تأديبية ضد تركيا التي لن تلتزم بقرار المحكمة الأوروبية. لكن الخلاف الأبرز كان بيان سفراء 10 دول بينهم فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة في أكتوبر الماضي، وطالب بالإفراج عن كافالا، لكن الخارجية التركية اعتبرت بيانهم غير مسؤول ووصفهم أردوغان بغير المرغوب بهم قبل أن تحل القضية بسحب البيان. من أمام القصر العدلي في إسطنبول، زيدان زنجلو لقناتي العربية والحدث. بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولتنا الإخبارية هذه. في الختام نشكر لكم كرم المتابعة وفي أمان الله. شعبي عارم باتجاه احداث تغيير شامل على المستوى السياسي. هذه الاحتجاجات امتدت الى محافظات تونسيه اخرى. نحن نمر بادق اللحظات في تاريخ تونس. يا اخي خليه يقف على التيار. هناك خطر حقيقي يهدد كيان الدوله. اليوم عيد الجمهوريه في تونس لن يكون يوما عاديا. انت وصفت التظاهرات اليوم بانها انتفاضه شعبيه، لماذا؟ هذا التدخل تم بعد استنفاذ كل طرق الحديثه مع حركه النهضه. قرارات مهمه بالجمله يمكن ان نجيزها في 3 قرارات. القرار الاول تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي. برأيك كيف يمكن اليوم لتونس أن تخرج من هذه الأزمة بأقل كلفة؟ في صمت الأشياء من حولك، في كل حركة متناغمة وسكون، في الانتظار لانتهاء الألم، في كل ثانية تمر هناك أحداث، صراعات. في كل جزء من العالم، فكل لحظة ترسم مشهدا، تشكل خبرا، تصنع حدثا. تبدأ الأحداث قليلاً ثم تفاجئنا. إيقاع يتسارع ويتباطأ لكنه لا يتوقف. كل ما يحدث من حولنا ويؤثر علينا من قلب الحدث عبر شبكة من المراسلين حول العالم مع أهم المحللين والمختصين بالشأن العربي والعالمي. دراسة وتحليل موضوعي لأهم أحداث اليوم. الأخبار الليلة يومياً 5 مساء بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث.
وسط إجراءات أمنية وإغلاق جسور في العاصمة السودانية. من المقرر أن تنطلق هذه التظاهرات في هذا التوقيت تحديداً. الحساب أصبح ثقيل بالنسبة للأجهزة الأمنية، المحصلة قد تصل إلى 30 مجتمعة. وصل عبد الله حمدوك إلى القصر الجمهوري وهذه الأخبار العاجلة. هناك انتظار من قبل بعض الشخصيات القومية. خلونا نتوحد كسودانيين ونعاين مصلحة الوطن. اليوم عودة الدكتور عبد الله حمدوك في إطار إعلان سياسي، كيف سيتعامل معها الشارع، بل من سيقود الشارع حتى؟ هل من دعوات لمزيد من التظاهرات بالأيام القادمة أيضا احتجاجا على هذا الموضوع؟ هذه الوثيقة لا دستورية. الذي تم في الخطوة اليوم يفتح الباب واسعا أمام اندماج المجتمع السوداني. هناك قبول من بعض المكونات السياسية وهناك رفض من قوى سياسية أخرى لعودة حمدوك بهذه الطريقة. نهزمنا من القصف ونهزمنا من الطيران والحجينة هين. سألوا كم يتساقط علينا وما عرفنا حنا إلا إحنا رايحين على المستشفى. فزع على الأرض، رعب من السماء، طفولة يسرقها الجوع، أمل قتلته زخات رصاص، نساء ورجال، عجائز وأطفال، فرون من الجحيم، باحثون عن المجهول. لافروف يحذر من اندلاع حرب عالمية ثالثة، ويؤكد أن العملية في أوكرانيا ستنتهي باتفاق يحدده الوضع العسكري. السفير السعودي يعلن عن توقيع اتفاقية الصندوق السعودي الفرنسي اليوم، والتي تتضمن مشاريع لدعم لبنان في مجال الصحة والتعليم والطاقة. بعد استحواذ ماسك على تويتر، واشنطن تعبر عن قلقها وتؤكد على الحاجة لإخضاع هذه المنصات للحساب. صباح الخير وأهلا بكم في جولة إخبارية لأهم الأنباء. حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من خطر فعلي باندلاع حرب عالمية ثالثة، مؤكدا أن نشوب حرب نووية أمر جاد وحقيقي، لكن موقف موسكو من هذا هو نبذ مثل هذه الحروب. لافروف قال إن موسكو ستواصل محادثات السلام مع كييف التي اتهمها بالتظاهر بالتفاوض، مشيرا إلى أن النوايا الحسنة لها حدود، وإن لم تكن متبادلة فإن ذلك يساعد على عملية التفاوض. وأضاف لافروف بأن موسكو تواصل المفاوضات مع الفريق الأوكراني المفوض، وأن الصراع سينتهي باتفاق لكن مضمونه سيعتمد على الوضع العسكري. вся пятёрка постоянных членов Совета безопасности ООН в привязке к началу к планируемому началу обзорной конференции договора о нераспространении ядерного оружия сделала заявление такого же содержания. Все пять лидеров подписались под констатацией недопустимости ядерной войны. И это наша принципиальная позиция. Мы из нее исходим. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن قصفها ست منشآت للسكك الحديدية في أوكرانيا لوقف تدفق الأسلحة من الغرب. هذا وكانت قد صرحت قيادة الجيش الأوكراني بأن روسيا تحاول قصف البنية التحتية للسكك الحديدية في أوكرانيا من أجل تعطيل إمدادات الأسلحة من الدول الأجنبية. Высокоточным оружием большой дальности уничтожены шесть тяговых подстанций в районах железнодорожных станций
Красная, Сдолбунов, Жмеренко, Бердичев, Коваль и Коростин, через которые осуществляется поставка иностранного вооружения и военной техники украинской группировки войск на Донбассе. В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 27 военных объектов Украины. 50,000 طفل حرموا من تلقي دراستهم بسبب الحرب المستمرة بين القوات الأوكرانية والروسية، وأكثر من 1,700,000 طفل أوكراني تضرروا نتيجة الأحداث وفق الأمم المتحدة. في خاركيف أصيب أكثر من 90 طفلا وقتل نحو 30 آخرين، وتضررت نحو 191 مؤسسة تعليمية وبعض المستشفيات كهذه التي توقف بها العمل سوى للحالات الطارئة، حصر غير نهائي لصعوبة إحصاء المباني المتضررة في المناطق التي تقع بعد خطوط التماس. هي الحرب التي لا تفرق بين صغير وكبير، فهؤلاء الأطفال استبدلوا مقاعد الدراسة بمقاعد انتظار محطة المترو التي باتت منزلا جديدا لهم. عندما بدأت الحرب وأدركنا أن هناك الكثير من الأطفال الصغار في مترو الأنفاق، قررت مساعدتهم وألا يترك شيئا للأطفال، فهذا غير مقبول، ويجب أن يتوفر للأطفال الطعام والألعاب لندخل إلى قلوبهم القليل من الفرح. كاتيا ذات 17 ربيعا دفعتها الظروف لتحمل المسؤولية باكرا، باتت مدرسة قبل إتمام تعليمها ومن تعتني بأطفال المترو للإبقاء على براءة طفولتهم. أنا أعيش في المترو ونحن جميعا هنا مع بعضنا البعض، وأعتقد أنها تجربة جيدة لأني أعمل هنا كمربية وأعلم الأطفال وأحاول أن أساعدهم، لأن في اعتقادي أن ما يحدث الآن هو فوق طاقتهم، لذلك أحاول أن أوفر لهم أجواء مرحة. توماس طفل يبلغ من العمر 3 أعوام، رافقنا في جولتنا، ترك الألعاب التي جربت له وتمسك بميكروفون الحدث. قد يصبح صحفيا ذات يوم، لكنه لا يتمنى تغطية حرب كالتي تعيشها بلاده. عادل عيدان، الحدث، خاركيف، أوكرانيا. قرر مجلس الأمن والدفاع السوداني الذي عقد اجتماعا طارئا حول أحداث غرب دارفور برئاسة عبد الفتاح البرهان، قرر تعزيز الوجود الأمني في ولاية غرب دارفور، كما قرر الدفع بقوات للفصل بين الأطراف واحتواء الموقف في ولاية غرب دارفور. وأكد مجلس الأمن والدفاع ضرورة استكمال الجهود والترتيبات الأمنية والاستمرار في تنفيذ اتفاق جوبا للسلام. وكلف مجلس الأمن أيضا والدفاع كلفهم بوفد من وفد سيادي للوقوف على الأحداث غرب دارفور وتهدئة الأوضاع. أبدأ المجلس أسفه البالغ للتدهور الأمني في ولاية غرب دارفور وللأحداث التي أدت لفقد الكثير من الأرواح الغالية التي كان يمكن صونها إن كانت تسامعا كل تلك الخلافات. وفي هذا الإطار أكد المجلس استمراره في بذل الجهود لفرض سلطان القانون ولإيقاف نزيف الدم ونشر السلام.
أعلنت السلطات الإيرانية أنها أحبطت هجمات إلكترونية واسعة النطاق سعت إلى استهداف الخدمات العامة في البلاد الحكومية والخاصة منها على حد سواء. وذكر التلفزيون الحكومي الإيراني أن الهجمات كان الغاية منها استهداف البنية التحتية لأكثر من 100 وكالة من القطاع العام، كاشفا أن جهات مجهولة وراء الهجمات الإلكترونية استخدمت بروتوكولات الإنترنت في هولندا وبريطانيا والولايات المتحدة لشن الهجمات. في لبنان أقام السفير السعودي وليد البخاري مأدوبة إفطار على شرف القادة الروحيين هناك، حضره رؤساء الطوائف في لبنان باستثناء رئيس المجلس الإسلامي الأعلى الذي اعتذر بداعي السفر، إضافة إلى عدد من السفراء. في بداية اللقاء طلب البخاري الوقوف دقيقة صمت على أرواح الذين سقطوا في حادث غرق الزورق في طرابلس اللبنانية، وقال البخاري إن مأدوبة العشاء أو الإفطار تجسد دور السعودية في نشر ثقافة السلام وسعيها في تعزيز سبل العيش المشترك. حقيقة الواقع هذا الحفل بوجود كل رؤساء الطوائف الدينية في لبنان وسائر دول المشرق، يعني الرمزية هي تجسيد فعلي لأهمية ومدى التزام المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة بنشر ثقافة الإسلام، وأيضا مد جسور الوسطية والاعتدال وفيما يخص دعم الإنسان وتعزيز سبل العيش المشترك والواحد وحفظ كرامة الإنسان. هذه قيم نحن نفتخر بها، والمملكة العربية السعودية تسعى وتتحمل هذه المهمة إيمانا بها بهذه القيم الكونية التي تعزز الدور في المجتمع الدولي وأيضا في إقليمنا في العالم العربي. هذا وكشف السفير السعودي في لبنان وليد البخاري عن اتفاقية الصندوق السعودي الفرنسي التي ستوقع اليوم لدعم الشعب اللبناني، تتضمن 35 مشروعا في لبنان تتعلق بقطاع الصحة والتعليم والطاقة. سعودية فرنسية ترجمت بتوجيه من القيادة السعودية والقيادة الفرنسية بإنشاء صندوق مشترك. هذا الصندوق يوجه للدعم الإغاثي والإنساني وأيضا التنموي لتحقيق الاستقرار في لبنان. إن شاء الله ندعوكم جميعا بالغد لتوقيع هذه المذكرة التي سوف تشهد مرحلة جديدة للبدء الفوري ب 35 مشروع في عموم لبنان من أقصى شمال لبنان إلى جنوبه، هذا خدمة للإنسان اللبناني الذي نلاحظ يوميا وفق المؤشرات الدولية مدى الاحتياج للبدء الفوري بمثل تلك المشاريع في 6 قطاعات، تبدأ بالقطاع التعليمي والصحي، وتم إضافة قطاع خاص بأمن الطاقة والأمن الغذائي. فهذا الصندوق بالغد بمشيئة الله سوف يتم توقيع الاتفاقية في هذا الشأن. بدوره البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي شكر المملكة على مبادرتها للبنان وهنأ السفير السعودي في لبنان على عودته. صحيح نحن اليوم جينا حتى نأكد ونشكر المملكة العربية السعودية على المبادرة بالنسبة للبنان وكل شيء عم بقوموا فيه، وحتى نهني سعادة السفير بعودته بالسلامة، ونأكد كمان العلاقات الطيبة بين لبنان والعربية السعودية المملكة،
وبذات الوقت نحن كان هذا اللقاء مع كل رؤساء الطوائف المسيحية والإسلامية، وكان المقصود إن نحن نعبر بالحقيقة عن هالتضامن مع بعضنا البعض. مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أشار إلى أهمية مأدبة الإفطار التي أقامتها المملكة لأنها جاءت لتجمع المرجعيات التي تمثل صوت الحق في لبنان. التقينا اليوم في سفارة قادم الحرمين الشريفين حفظه الله تعالى، نحن المرجعيات الدينية في لبنان، بدعوة كريمة من معالي الوزير المفوض سعادة السفير وليد بخاري. وطبعا هذه الدعوة مهمة جدا كونها أتت في شهر رمضان المبارك، شهر السلام والمحبة والتوافق واللقاء، وكونها جاءت لتجمع المرجعية الدينية التي تمثل صوت الحق في لبنان. هذا وأعربت السفيرة الأمريكية لدى بيروت دوروثي شاي عن سعادتها في المشاركة بمأدبة الإفطار التي أقامها السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، وذلك على شرف القادة الروحيين. Just wanted to say a quick word to say how gratified I am to have been included in this iftar this evening with so many religious leaders. And it was a poignant reminder about what is so special about Lubnan. And I just feel very honored to be here, even on what is a very sad time in Lebanon, a very difficult and challenging time, to see all these religious leaders come together under the auspices and generosity of our gracious host. And I look forward to continuing in the spirit of Ramadan. Thank you very much. شيعت عائلات المهاجرين الذين لقوا حتفهم عندما غرقت سفينتهم قبالة الساحل الشمالي للبنان إلى مثواهم الأخير في مدينة طرابلس. وتجمعت حشود ضخمة في حي باب التبانة بطرابلس لتشييع الضحايا، من بينهم صبي وشاب في الوقت الذي تنتظر فيه بلهفة معرفة مصير ثمانية آخرين ما زالوا مفقودين، من بينهم أطفال. يلا. رفض البيت الأبيض التعليق على صفقة استحواذ الملياردير إيلون ماسك على تويتر، لكنه قال إن الرئيس جو بايدن عبر مرارا عن قلقه إزاء قوة منصات وسائل التواصل. وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض إن هذه المنصات بحاجة لأن تخضع للحساب. What I can tell you as a general matter, no matter who owns or runs Twitter, the president has long been concerned about the power of large social media platforms, the power they have over our everyday lives, has long argued that tech platforms must be held accountable for the harms they cause. He has been a strong supporter of fundamental reforms to achieve that goal.
ووافق مجلس إدارة تويتر على عرض الملياردير إيلون ماسك الاستحواذ على المنصة مقابل 44 مليار دولار أمريكي. وقال ماسك الذي قدم عرضا لشراء المنصة قبل أسبوعين، قال إنه الشخص المناسب لإطلاق القدرات الاستثنائية للمنصة، وأشار إلى رغبته في إحداث تغييرات داخل تويتر، وأن لديه إمكانيات هائلة سيعمل على توفيرها، من بينها زيادة الثقة في منصة تويتر وتخفيف القيود على المحتوى. وافق مجلس إدارة تويتر على عرض الملياردير ومؤسس شركة تسلا إيلون ماسك الاستحواذ على المنصة مقابل 44 مليار دولار في صفقة شغلت تفاصيلها العالم. نتابع. يزداد قلق في أوساط اللاجئين السوريين من تصاعد الحديث عن إعادتهم طوعا إلى وطنهم الذي همشته الحرب، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية سباق تصريحات بين المعارضة والحكومة أسفرت عن إجراء حرمان آلاف السوريين من زيارة ذويهم. على طرفي نقيض أصبحت هذه الحدود فارقا بين الوطن وجحيمه، أو أشبه بكابوس لملايين السوريين عندما يبدأ الحديث عن العودة الطوعية، حديث يحمل في طياته الكثير من المرارة قد لا يفهمها سواهم. قرار مفاجئ لوزارة الداخلية التركية حرم مئات الآلاف من السوريين من زيارة ذويهم خلال هذا العيد كما جرت العادة في السنوات السابقة، يراه الكثيرون تنازلاً لحكومة أردوغان الذي لطالما تمسك باستضافة اللاجئين، وأجج القلق لدى من عبروا قبل صدور القرار حيث كانت الإجازة مقررة بالفعل. القرار جاء بعد أن شهدت الأوساط السياسية التركية حرب تصريحات بين الحكومة والمعارضة أججت فيها الأخيرة الشارع ضد السوريين، ووضعت زيارة العيد كبرهان على أمان المناطق التي تسيطر عليها تركيا شمال البلاد. سنضمن عودة اللاجئين مع استكمال بناء منازل الطوب في شمال سوريا. بمجرد تهيئتنا للبيئة السليمة والآمنة سيعود اللاجئون من أنفسهم عودة طوعية. وإن كانت الحكومة تشترط تأمين مستلزمات الحياة والأمان للسوريين قبل عودتهم، إلا أن حديثها عن برنامج لتهيئة الظروف لعودة اللاجئين زاد من المخاوف لدى الملايين من اللاجئين على مصيرهم في قادم الأيام. وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة التي أجريت من طرف كل من الحزب الحاكم والمعارضة إلى أن 80% من الشعب التركي يطلبون إرسال اللاجئين إلى أوطانهم وفقاً لصحيفة إندبندنت، أمر قد يدفع الحكومة لاتخاذ مزيد من الإجراءات التي قد تضيق الخناق على اللاجئين مستقبلاً. أدانت منظمة العفو الدولية حكماً بالسجن المؤبد أصدرته محكمة تركية بحق الناشط التركي المعارض عثمان كفالة بتهمة محاولة قلب نظام الحكم، خلافاً لقرارة سابقة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طالبت بالإفراج الفوري عنه.
بعد توقيفه لأكثر من 4 سنوات أصدرت محكمة تركية قراراً بالسجن المؤبد بحق الناشط التركي المعارض عثمان كافالا، وسط حالة استياء شاهدناها بعد صدور القرار من ناشطين تجمعوا هنا أمام القصر العدلي تضامناً مع كافالا. اتهمت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان كافالا بتمويل احتجاجات جيزي بارك عام 2013. استمرت المحاكمة لسنوات قبل أن تصدر محكمة في فبراير 2020 قراراً بتبرئة كافالا، إلا أن الشرطة أوقفته في قضية ثانية وهي ضلوعه بمحاولة الانقلاب عام 2016. بدأت المحاكمة مجدداً في مايو 2021 وانتهت اليوم بقرار الحبس المؤبد. عاقبوا من اعترض على شكل الحياة ونظام المعيشة. لقد شيطنوا المتظاهرين السلميين الذين تظاهروا لحماية الشجر وحماية الحدائق. هذه القضية كانت إحدى نقاط الخلاف بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، ففي ديسمبر 2019 أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قراراً بالإفراج الفوري عن كافالا، ثم هدد مجلس أوروبا بإجراءات تأديبية ضد تركيا التي لن تلتزم بقرار المحكمة الأوروبية. لكن الخلاف الأبرز كان بيان سفراء 10 دول بينهم فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة في أكتوبر الماضي، وطالب بالإفراج عن كافالا، لكن الخارجية التركية اعتبرت بيانهم غير مسؤول ووصفهم أردوغان بغير المرغوب بهم قبل أن تحل القضية بسحب البيان. من أمام القصر العدلي في إسطنبول، زيدان زنجلو لقناتي العربية والحدث. بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولتنا الإخبارية هذه. في الختام نشكر لكم كرام المتابعة وفي أمان الله.